في نينوى أحبط أهالي سنجار مشروع نقل الآلاف من عناصر داعش الإرهابي من مخيم الهول في سوريا إلى مخيم العملة بالمحافظة. قالت رنا قاسكي رئيسة بلدية ناحية خنصور في سنجار إنما سعى أهالي سنجار وبعض النواب والعديد من الناشطين والمثقفين نجحت في إغلاق مخيم العملة وإفشال مخطط نقل 30,000 داعشي إليها. وأضافت أن أهالي الربيع وزمار كان لهم الدور أيضا في إغلاق المخيم السيء الصيت.